الخط العربي كتب الهنود لغات السندية والأردية والكشميرية والبنجابية والبنغالية، لكن أول نقش عثر عليه في الهند كان باللغة السندية مكتوباً بخط كوفي في مسجد شمال الهند في العام الهجري 107، معطى يلخص كما يرى الدارسون لجمال رسم الكلمات مدى اهتمام الهنود بالخط العربي الذي ارتبطت نشأته في الهند بالفن المعماري الإسلامي. مناسبة الحديث هنا معرض افتراضي ينظم بشراكة بين جمعية ريشة إفريقيا في المغرب ومؤسسة الثقافة إلى الفن في الهند، معرض بعنوان الفن المعاصر والخط، يجمع بين التراث العربي الأصيل والحضارة الهندية العتيقة في زمن جائحة صحية. يقول عبد الفتاح بلالي الفنان التشكيلي المغربي ورئيس جمعية ريشة إفريقيا: رسالة قوية هدفها تعزيز روح التآزر والتلاحم عبر القارات للصمود أمام الجائحة التي يعيشها العالم حاليا متجلية في فيروس كوفيد-19، والتعاون في شتى المجالات للخروج بأقل الأضرار، أقصد بالأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وكما لا يخفى على الجميع فللفن والفنانين دور مهم في هذا الشأن، وقد اخترنا أن تكون الهند هي الشريكة في هذا المعرض الافتراضي الكبير نظرا للشراكة التي تجمع الجمعية ومؤسسة الثقافة إلى الفن بالهند، ناهيك عن الحركة الفنية المتميزة التي تعرفها الساحة الفنية والثقافية بالهند، كما أنها من شأنها أن تغني تجربة الفنانين المغاربة، وهذا هو ما نسعى إليه، هو مد جسر تبادل التجارب والخبرات بين الفنانين والمبدعين المغاربة والهنود. الأمر يتطلب أكثر من قصبة وحبر، يتطلب صبراً وتركيزاً لرسم كلمات تتجلى روعتها في تناغم الأحرف. إن نجح العمل تتولد الرغبة لتقاسمه مع جمهور يتذوق الخط العربي الإسلامي. الفنان الهندي ماديمير يشارك في المعرض من مدينة بادغام بولاية كشمير: أنا ممتن جدا لمنظمي معرض الخط الافتراضي الهندي المغربي، لقد أتاح هذا الحدث للفنانين من كلا البلدين فرصة تقديم وعرض أعمالهم الفنية وتمثيل الهند والمغرب حتى في هذه الوضعية الصعبة التي يصارع فيها العالم أجمع وباء فيروس كورونا المميت. كان هناك تبادل كبير للثقافات والمعارف بين فنان البلدين، بالنسبة لي كان من شبه المستحيل المشاركة في معرض أو عرض عملي في مكان ما خلال هذه الجائحة. انتفت الحدود بفضل التكنولوجيا في زمن شبه إغلاق، عرض مير وفنانون آخرون أعمالهم الفنية ذات الانحناءات المميزة، وبينهم الفنان المغربي المقيم في تركيا الطاهري محمد كرم. كنتذكر في السابق كان الواحد لما كيعمل محل أو دكان كان كيستعين بالخطاطين، ولكن في وقتنا الحالي مع ظهور اللافتات المطبوعة واللي كيعتمدوا فيها على خطوط جاهزة بسبب الحاسوب بحكم السرعة والدقة والتنوع في الخطوط، ولكن كتبقى اللمسة الفنية للفنان ثابتة وعندها قيمة أكبر لأنها عمل يدوي. وما نساوش أن الفنان هو اللي كيطور وكيعطي الخطوط الحاسوب، فالحاجة للخطاط ضرورية. ولا يخفى كذلك عن الجميع أن فن الكتابة أو كتابة الخط العربي صعبة جدا وتحتاج إلى مهارات خاصة، وأن مهنة الخطاط هي مهنة فنية في المقام الأول. نرجع لمشاركتي في المعرض الافتراضي المنظم من طرف جمعية ريشة إفريقيا، فأنا شاركت بعملين، كان اشتغل على الخطوط المغربية وكان اعتمد على مخطوطات قديمة وحتى الموجودة كتابات الموجودة في المساجد العتيقة بالمملكة بحكم تاريخ المغرب الغني بالموروثات، وبحكم أنني مستقر في تركيا فأنا كان حاول نوصل رسالة جمالية الخط المغربي بمشاركتي في عدد من الملتقيات الدولية. اعتباراً من العصر المريني أحصى الخطاطون 5 أنواع للخط المغربي: الخط الكوفي الذي نجده حاضراً في بعض أعمال الفن التشكيلي المعاصر، والخط المبسوط والمشرقي المتمغرب والمجوهر والزمامي،
إلى بعدها الجمالي وتنوعها تضاف لهذه الخطوط روحية الرسالة. عن الخط العربي قيل هو هندسة روحية ظهرت بآلة جسدية، بحسب وصف العالم المسلم العربي جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي.